لما ابوك يعرف انك بتكلم بنات وعايزين يا جدعان نوصل 20,000 مشترك قبل عيد الاضحى. الو، ايه يا حبيبي؟ وحشني صوتك، عامله ايه؟ اه ده بيكلم بنات. طب والله انا اروح اقول لبابا عليه. بابا بابا الحق، ابنك بيكلم بنات في التليفون. ايه بيكلم بنات؟ ده وقعت اهله سودا معايا. تعالى يلا. لا والله بجد يا بت انت وحشاني قوي. ايه ده اخوك بقى عنده حق ان انت تحب لي في التليفون ده، انا هطلع عينك دلوقتي. استنى بس، بدل ما اروح اقول لماما على طنط ايمان اللي في الدور التاني اللي بتفضل تكلمها طول الليل. ايه ده انت قفوش كده ليه؟ ده انا كنت جاي اديك شويه من خبراتك عشان تبقى شقيت كبير زي ابوك. هلا، ولو عايز سجاير اديك كمان. عايز سجاير؟ لا لا، حد الله بيني وبين السجاير، ده حرام يا بابا. اه ونعم الربايه، انت كده عيل متربي رفض السجاير على طول. اخلاق اخلاق، انت لسه واقف فين؟ هلا.